حذرت إدارة مخيم الهول شمال شرقي سوريا من خطورة بقاء عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مخيمي الهول وروج، مطالبة التحالف الدولي بالضغط على شركائه لإعادة رعاياهم إلى بلدانهم الأصلية. رغم اتفاق آراء معظم المختصين والباحثين في الشؤون الأمنية والإنسانية أن الانتهاء من معضلة مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا اللذين يضمان عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي لا يتحقق إلا بتفكيكهما وإعادة هذه العوائل إلى بلدانها الأصلية، إلا أن المجتمع الدولي لا يزال يؤجل هذا الملف رغم التحذيرات المتكررة التي تطلقها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. مديرة مخيم الهول جيهان حنان حذرت خلال تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط من خطر بقاء عوائل عناصر تنظيم داعش في مخيم الهول وروج، مشيرة إلى أن القسم الخاص بالأجانب داخل مخيم الهول يضم 7700 شخص، 90% منهم أطفال، حيث يشكل بقاء هذه الأعداد إلى جانب خلايا تنظيم داعش الإرهابي خطرا كبيرا. جيهان حنان أشارت إلى أن المخيم يشكل عبئاً كبيراً على عاتق الإدارة الذاتية بمفردها، مطالبة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بمحاربة خلايا التنظيم داخل المخيم والضغط على شركائه لإعادة جميع رعاياهم إلى بلدانهم الأصلية. مديرة المخيم كشفت أن دولاً كثيرة لم تسأل عن مصير رعاياها المتواجدين في المخيم وأخرى تتنصل من إعادة جميع مواطنيها، مؤكدة أن هناك حكومات استعادت حالات إنسانية فقط لكنها رفضت استعادة باقي رعاياها. ووفقاً لإحصاءات دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فإنه على مدار 4 سنوات استعادت نحو 30 دولة فقط 400 امرأة وأكثر من 1000 طفل من بين 54 جنسية أجنبية وعربية. أرحب بضيفتي من القاهرة ليلى موسى، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر. أهلا بك أستاذة ليلى. إذن هنا نتحدث دائما عن مشكلة ومعضلة عوائل تنظيم داعش المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، مخيم الهول ومخيم روج. هنا لماذا كل هذا التغافل الدولي عن خطورة بقاء عوائل داعش يعني في المخيمات، خاصة نتحدث عن آلاف، هناك أيضا آلاف من الأطفال الذين يتغذون من أفكار داعش المحصولين في هذين المخيمين؟ مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. مساء النور. في حقيقة الأمر ما يؤسف له أن جميع الدول تتحرك وفق أجنداتها ومصالحها، لذلك هناك عملية تجاهل متعمد حيال مواطنيها المنتسبين إلى تنظيم داعش الإرهابي، وترك كامل الأعباء والمسؤولية على عاتق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. هذه المعضلة الأساسية التي نعاني منها منذ تشكيل ما يسمى أو إعلان تأسيس تنظيم داعش الإرهابي وما قامت به من معارك وصراعات على الأرض السورية، إلى القضاء على هذا التنظيم من قبل قوات سوريا الديمقراطية بالشراكة مع التحالف الدولي بداغوس، ومن ثم بدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة توطين هؤلاء عوائل وعناصر التنظيم في مخيمات الهول. في حقيقة الأمر هذه المخيمات تحولت إلى قنابل موقوتة وقابلة للتهجير في أي لحظة، خاصة هناك عامل الذي يساعد على إبقاء هذا الفكر نشطا ومتمددا بشكل كبير هو الأعداد الكبيرة في بقعة جغرافية موحدة تشكل لدى هؤلاء عناصر وعوائل التنظيم عنصر قوة. لذلك على المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه، لأن إبقاء هؤلاء عناصر التنظيم ليس خطر على مناطق شمال وشرق سوريا لوحدها، إنما هو خطر على الأمن والسلم الدوليين أيضا. فعملية التجاهل والتهرب من المسؤولية هي ليس بحل، إنما هي إبقاء على المشكلة والمساهمة في تجزيرها وتطويرها أكثر مما هي عليه. نعم. طيب الإدارة الذاتية باعتقادك إلى أي قدر ممكن أن تبقى
يعني قادر على تحمل عبء هؤلاء عوائل تنظيم داعش دون مساعدات أو يعني دون تدخل من التحالف الدولي أو الدول المعنية لاستعادة رعاياهم؟ يعني بكل بد الإدارة الذاتية لديها من المقومات التي تؤهلها، وشاهدنا كيف أنها تمكنت من القضاء على دولة خلافة تنظيم داعش التي عجزت عنها دول كبرى واستسلمت لهذا التنظيم مدن كبرى خلال يوم أو يومين، لكن شاهدنا المعادلة مختلفة لدى الإدارة الذاتية. لكن في ظل ظروف الحصار والحرب والتدخلات الخارجية، وأخص بالذكر هي التهديدات التركية، ومعروفة العلاقة العضوة بين تنظيم داعش وتركيا التي تحاول دائما ضرب أي مسعى من قبل الإدارة الذاتية للتخفيف من خطورة هذا العناصر التنظيم أو السيطرة عليها من خلال العمليات التي تشنها على المنطقة. في ظل هذا العوامل والظروف التي تمر بها الإدارة الذاتية، بكل بد هي ليست لوحدها قادرة على احتواء هذه المشكلة وإيجاد حلول، كون هذا التنظيم وما ينطوي أو ما تضمه من عناصر هي مشكلة دولية وليس خاصة في مناطق شمال شرق سوريا، فيتطلب من الجميع المساهمة في حل هذه المعضلة ودعم الإدارة الذاتية، لأنه والجميع يدركوا هذه الحقيقة لولا الإدارة الذاتية لكان الجميع اليوم يعيشوا في مرحلة تحت تهديد خطر تنظيم داعش. لذلك دعم هذه الإدارة الذاتية ليست بالوسائل العسكرية والأمنية، هذه الوسائل مهمة جدا ووفت بغرضها إلى حد معين، وهو القضاء على التنظيم من الناحية الجغرافية ومن الناحية العسكرية والميدانية، لكن هذا التنظيم هو تنظيم فكري. نحن بحاجة إلى مشاريع فكرية تنموية استراتيجية حتى نستطيع تجفيف منابع هذا الفكر، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي مساعدة الإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية لديها مشروع، هذا المشروع هو المشروع الذي تمكن من القضاء على الفكر الداعشي، لكن وضع هذا المشروع بشكل كامل حيز التنفيذ هو بحاجة إلى دعم، وهي مسؤولية كما أقول تقع على عاتق المجتمع الدولي أن تقوم بمسؤولياتها حيال ما تقوم بها الإدارة الذاتية من جهود جبارة لليوم، والعالم بالأجمع يشهد للدور الذي قامت به الإدارة الذاتية وما زالت تقوم بها من قبل الإدارة الذاتية وقوات الديمقراطية وكافة مؤسسات الإدارة. نعم أستاذة ليلى، نسأل عن التغييرات التي من الممكن أن تطرأ على هذا الملف، يعني خاصة بعد عودة سوريا للجامعة العربية. يعني حتى لا نكون يعني بعيدين عن الواقع، صح هناك عودة لسوريا للجامعة العربية، لكن لا يوجد لليوم رؤية وخطة واضحة لمعالجة الأزمة السورية من ضمنها ملف داعش. لكن في المستقبل ستتوضح الرؤية بشكل أكبر، ما هي المساعي التي ستقدمها هذه الدول في حل هذا الملف. كما قلت الملف هو ملف ليس حكر على الدول العربية ولا الدول الإقليمية، هو ملف دولي الجميع معني بهذا الملف، وحل هذا الملف عناصر تنظيم داعش يتطلب من الجميع المشاركة في احتواء هذا الملف وحله بشكل جذري. لكن لليوم هناك عودة، لكن ليس هناك رؤية واضحة تطرح لحل الأزمة السورية. وإذا نشاهد أو نرجع إلى بيان عمان، هناك بالبند العريض يتم التعرج إلى حل أو مصافحة الإرهاب دون الخوض في تفاصيل ما هي التنظيمات الإرهابية وكيف يتم معالجتها أو إلى ما هنالك من القضايا. طيب أستاذة ليلى، يعني أنتم في يعني كممثلية مسد في القاهرة، ما هو الدور المنوط بكم وتمثلون مجلس سوريا الديمقراطية وربما الإدارة الذاتية هناك في مصر حيث مقر الدائم للجامعة العربية، يعني للتوضيح أكثر للجامعة العربية بمشروع الإدارة الذاتية وأيضا بخطورة بقاء
عوائل تنظيم داعش في مناطق شمال شرق سوريا وحتى عناصره المحتجزين في السجون؟ يعني دائما هناك قنوات تواصل مع العديد من الجهات ويتم وضعهم بصورة تفاصيل واقع المخيمات والسجون في مناطق شمال شرق سوريا وخطورة هذا ابقاء هذا ملف المخيمات والسجون دون التطرق إلى الحلول، لكن دائما هناك الحديث والجميع متخوف من خطر هذا التنظيم والجميع يشيد بجهود التي بذلته قوات سوريا الديمقراطية، لكن كحلول على أرض الواقع خطوات ملموسة يمكن تنفيذها مع الأسف لحد اليوم لا يوجد أي نية أو مشروع أو خطة لحل هذا الملف. كل ما يتم إلى الآن من قبل العديد من الدول هو جلب بعض الرعاية وكما ذكرتم في تقريركم وهو ليس حل، كما قلت مواجهة هذا الفكر مواجهة هذا الملف بحاجة إلى خطة استراتيجية تتشارك فيها جميع. طيب هذه الخطة الاستراتيجية تتشارك فيها كل الدول الإقليمية والدولية أستاذة ليلى، باعتقادك على من تقع؟ يعني من عليه أن يبدأ بالخطوة الأولى لحل هذا الملف؟ يعني لا يمكن لنا أن نخصص دولة بعينها دون الآخرين، الجميع معني بهذا الملف والجميع يتطلب منه الإسهام في معالجة هذا الملف وإيجاد حلول استراتيجية، لأنه ليست مرحلية، وخاصة أنتم كمان تطرقتوا في ملفكم إلى وضع الأطفال. نعم. هناك على الأقل 3 أجيال تغزوا من فكر هذا التنظيم، إذا نحن بحاجة إلى مشاريع تنموية مستدامة لنستطيع تجفيف هذا الفكر. طبعا من الصعب مواجهته كما قلت لأن هناك عوامل دائما تساهم في تغذية هذا الفكر وتسمح بتمدده، سواء كانت عنصر القوة وتجمع العدد الكبير من عناصر التنظيم في مخيمات أو يكون هناك دول مستفيدة من استمرارية هذا التنظيم كما دولة تركيا، والجميع يعرف مدى العلاقة العضوية التي تجمع دولة تركيا مع عناصر تنظيم داعش، وأيضا الفكر الإسلاموي المنتشر بكثافة في العديد من الدول المنطقة، ونحن نشاهد في الفترة الأخيرة هناك تمدد بشكل ملحوظ أيضا في الدول الأفريقية، فهناك هذه العوامل التي دائما تعطي محفز لهذا لعناصر منتمون لهذا التنظيم الحفاظ على هذا الفكر وتطويره أكثر مما هو عليه. نعم، أشكرك جزيل الشكر من القاهرة ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، شكرا لك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل أخير ثم نعود.